وبعد مرور أكثر من شهرين على هجمات سوسة الإرهابية التي راح ضحيتها عشرات السياح البريطانيين، زارت الفنانة التونسية سونيا مبارك لندن ضمن مبادرة ثقافية من السفارة التونسية هنا لتغني للسلام والحب والتعايش. لعل الموسيقى تعجل بالتئام الجرح في تونس وفي بريطانيا، ولعل الفن يقرب بين الشعوب ويرمم ما أفسدته ضربات الإرهاب. الزميل مكي هلال واكب العرض وأعد التقرير التالي. بالحب الذي يتبدل ويتجدد ولا يتعب إذ يتعدد، حيت سونيا مبارك جمهورها اللندني. باقة من الأغاني التونسية اقتطفت الفنانة كلماتها من مناخات ثقافية شتى، من لوركا الإسباني إلى ناظم حكمة التركي إلى نزار قباني السوري، ليكون أوج الشعر والغناء مع قصيدة صلوات في هيكل الحب لشاعر الخضراء أبو القاسم الشابي، وقد غنتها مبارك بالعربية والإيطالية. سفر فني أشاع دفئاً في ليل لندن، وإن تغنت فيه الفنانة التونسية بليالي إشبيلية وصوت القيثارة والوتر، ضرب من احتفاء الفنان بالإنسان حيثما كان، وليس أفضل من لوركا وشعره حاملاً ومحمولاً على أوتار تخت عربي لم يتجاوز الخمسة عازفين. كلمة واحدة معناتها حوصل فيها كل شيء، روعة. فهمت، وفرحانين برشا اللي جات زارتنا هنا في لندن، وفرحان اللي نجمت ناخذ اليوم من مرتاح باش نجم نجي نشوفها. سونيا نعرفوها من هي في تونس ديجا، معناتها عندها روح جديده، وعندها روح جديده للفن، معناها فن الراقي، وديجا اللي تشوفيهم هنا كل اغلبيتهم معناتها عجبتهم برشا. العرض اشتمل أيضا على لمسة وفاء وتحية لزرياب الموسيقي العربي الذي أبدع الموسيقى الأندلسية، وصلة جمعت بين أجواء الأندلس والطابع المغاربي والتونسي، أخذت الحاضرين من العرب والبريطانيين وغيرهم إلى عبق الشرق ذات لقاء بالغرب وزمان الوصل بالأندلسي. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي. تفاعل الحاضرين لم يكن خافيا، وحتى اللغة لم تكن حاجزا لدى البعض من غير الناطقين بالعربية، والأهم أن الرسائل التي أرادها القائمون على العرض وصلت على ما يبدو. الشعب البريطاني يعطي قريب للشعب التونسي، هناك علاقات حميمة وعلاقات صداقة الحقيقة. في الجانب هذا الشغل متاعنا سهل، فاحنا بالفرص هذه كي نكثف منها نزيد ونعمق في الصداقة، واللي هي تخدم السلم وتخدم التفاهم بين الشعوب الكلها. حفل استقبال ما بعد العرض كان فرصة للفنانة سونيا مبارك للقاء جمهورها المتنوع عن قرب، وتبادل أطراف الود والحديث والتواعد على لقاءات قادمة في لندن أو في تونس. ليس هناك فرق في مقاومتنا الكل للعنف ولا للإرهاب ولا للتطرف ولا للظلم ولا للعبودية ولا لكل ما يجعل الإنسان غير إنسان. نحن ندافع على الإنسان باسم الإنسانية، والفن هو أحسن وسيلة. أغاني للحياة والسلام والتعايش صدحت بها سونيا مبارك من قلب لندن وفي أهم مسارحها. هنا غنت سفيرة الفن التونسي لأصوات شعرية تونسية وعربية وعالمية، رسائل مضمخة بالألم والفرح والحب والحنين. عسى تبقى تونس تؤنس، إذ ترحب وتشتاق لزوارها من بريطانيا ومن سائر أنحاء العالم. مكي هلال، بي بي سي لندن.